رح نبلش أولى محطاتنا لليوم. الترهل الوظيفي أو البطالة المقنعة مصطلح بنسمع عنه كتير وموجود بكتير من القطاعات ضمن المهن، لهيك يمكن حالة بيسموها أنه إلها علاقة يمكن باختلاف الأكاديميين بيختلفوا على هذا الموضوع، وحالة ممكن تمر بكتير من القطاعات رح نتعرف عليها على أسبابها، نعرف نصائح طبعا مع ضيفتنا لليوم الأستاذة فاتن نظام مدربة تنمية بشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم. صباح ورد. صباح الخير عن جديد. اليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم، ويمكن اغلب الناس بينزعجوا من هي القصه، خاصه الناس اللي بتحب الشغل. خلينا بالبدايه نحكي شو هو مفهوم الترهل الوظيفي، ما مدى قربه من البطاله المقنعه او تشبيهه فيها، وشو اسباب. هلا كلمه الترهل الوظيفي هو مفهوم مثل ما نقول انتشر كثير بالاونه الاخيره وحتى بكل المجتمعات وبكل البلاد. الترهل الوظيفي هو عباره انه هو موجود عدد ضخم كثير من العاملين من الموظفين بمكان واحد، سواء يمكن نقول انه يمكن لاداء عمل معين بغياب جزء من هذول الموظفين سواء كانوا موجودين او لا، فهو قائم العمل قائم، بمعنى فائض عن العمل، فائض عن كيفيه انه يشتغلوا فيه. فيمكن هو عمل حقيقه يكون هو شيء واحد ثلاث أشخاص بده يقوموا فيه، فهو هذا شو صار في عندي؟ هون صار عندي تضخم، صار عندي ترهب الوظيفي. أول شيء صار في عندي نوع من التكاسل، إنه خلاص فلان حيقوم فيه، نوع من هدر وقت، هدر طاقات شباب، هدر يمكن خلينا نقول بالمعنى البسيط لإمكانيات يمكن كانت هي موجودة على هذا الترهب الوظيفي والتضخم، فهو فقط ينتظر الراتب آخر الشهر وباي باي مع السلامة. فهو حقيقة فقد الكيم والكيف لا يؤثر على وجود أو عدم وجوده للشخص. نعم، يعني مثل ما حكيتي أستاذة فاتن، في كثير من يمكن القطاعات بنشوف فيها هي الحالة، عدد من الأشخاص بياخذوا أجر دون ما يكون لهم عمل لأنه هن فائض على العدد. 100%. طيب شو هي أبرز هي القطاعات اللي بنلاقي فيها هذا النوع من الموظفين؟ هلا نحن خلينا نكون واضحين، يعني هلا في كثير عنا أجهزة، تمام، هي يمكن هي ملتزمة أنه هي كل الخريجين توظفون، تمام، بهذا النطاق أنه نحن ملزومين أنه يلي بتخرج بهذا المكان يشتغل بهذا الجهاز. طب نحن بهذا السياق نحن وين بنصل؟ أنت وصلتي أول شيء ما عم توصل لنتيجة، ما عم توصل إلى تطوير بالمنشأة بحد ذاتها أو المؤسسة اللي أنت موجودة فيها. بنفس الوقت أنت صرتي عائق عليها وعلى المؤسسة وعلى الدولة بشكل عام، لأنك أنت صرتي عالة عليهم. هذا هو الخطير، هو أنه أنت تكوني عالة ما عاد بدي يجيب التكاليف اللي أو الراتب اللي أنت عم تنتظريه نهاية. فنحن هم اتصلي فهي دائرة مفرغة، لأن هي حقيقة لا وصلتي أنت لا لمكان ولا إنتاجية ونفس الوقت لا تطوير. يعني إحنا بأي مكان دائما في شيء اسمه عندي بالجانب المهني يلي بنقول فيه توازن الحياة بالجانب المهني يقوم على عملين، أول شيء المكان الصحيح، والنقطة الثانية سرعة الأداء. ما تكوني أنت بالمكان الصحيح يلي أنت قادرة تنجي تبدعي، عارفانة شو عندك قدرات، شو عندك إمكانيات، وأنا بدي أستثمرها بهذا المكان، هذا واحد. النقطة الثانية سرعة الأداء، يعني بتشوف كتير أماكن حقيقة مثلا تفوتي على غرفة مثلا لموظف فبتلاقيه حاطط هالطاولة، الألم السخانة، الألم المربوط بالمطاطة مثلا، بتغيب بعشر سنين بتلاقيه بنفس الوضعية وبنفس الأسلوب بنفس التعاطي. طب هذا شو معناته؟ أنت عملتي كارثة لكل استثمار هاي الطاقة، انهدرت بشكل يمكن نقول بلا طعمة، راح عمره بلا شيء، تمام. فأنت ما وصلتي على سرعة الأداء المهني يلي هو يقوم مثل ما حكيت المكان الصحيح وسرعة الأداء يلي نحن بنلاقي حقيقة في خريجين بس بيجوا مثلا شباب جداد على الوظيفة، فايش بتلاقيهم؟ انه احنا منشطين ومتنشطين وبدنا نشتغل وهيك، بيجوا بتطلعوا على الوضع العادي، ممكن كثير اما انه هن يعيشوا نفس الطبيعة وتنزل هالطاقات والامكانيات او يرفعوا من السوية أو لا ما بعتقد يرفعوا، بس في عندي الغيرة المبطنة يلي انه لكان هذا هلا جاي واخذ فرصته، بس انت قاعد، انت صار لك وقت منيح وانت ما عم تشتغل على حالك ولا عم تطور بذاتك، فهون نحن في عنا المفارقة. هلا كنت أسألك عم أقول لك ممكن
انه هن يكونوا بهذا الاندفاع للعمل ويشتغلوا ويرفعوا من السويه. هذا الشيء ممكن يصير في حال مثل ما قلنا الخريجين الجدد، في حال مثل ما بنقول نحن رجل مناسب بالمكان المناسب. يعني اليوم قد ايه بتشوفي انه هي ممكن تكون البطاله كمان هي معديه للاشخاص الموجودين؟ وقت بيجي شخص متحمس ممكن ينعدي من هي البطاله، او بالعكس هو ينقل شعور النشاط او يغير شيء بهذا الوضع؟ هلا اذا كان نحن عن الدائره الاكبر هي دائره المحبطين، وين شو بدك بهالقصة، هلا بدك تشتغل وهيك خذ الراتب وعيش حياتك. اذا كانت الدائره قويه تمام فهون بقول لك لا حيجذبوك. ولكن هلا في عندنا في اشخاص هي عندها من جوا من داخلها في عندي ابداع، في عندها اثبات ذات انه انا اشتغلت درست تعلمت عملت اختصاص معين فانا بدي ابدع بهذا المكان. هون في مفارقه، هي بترجع مفارقات فرديه. يعني هو حقيقه ما بيرجع انه مثلا انه يمكن انا حسب الشيء الموجود بدي جود تمام، لا هي انا لا خليني انا النقطه المميزه تمام. يلي انا بتفرق، وانا بتمنى انه يكون في عنا هي النقطه المميزه يلي هي تبتعد عن الجو العام يلي هو بنقول عليه المحبط حقيقه المحبط 100%. فلا خلينا خارج يمكن التيار، خليني خارج وخليني انا اكون الي البصمه الخاصه بهي الحياه افضل ما اكون ماشي بنفس الطريق. يعني إضافة لهالحكي اللي حكيتي لي هو يمكن بيمثل إرادة الشخص نفسه أنه هو ما يوقع بهذا بهي الحالة. في أدوات يمكن ممكن تتبعها أي مؤسسة لحتى تتخلص من هي الحالة الترهل اللي عندها، شو هي الأدوات؟ نحن في عنا أدوات كتير، يعني يمكن خلينا نشتغل على بناء هذا الشخص. طب هذا الشخص هو مثلا بمكان لا يتناسب تمام، أنا بخلق فرص استثمارية جديدة يعني هي بمعنى انه بحط خطط جديده تمام. اوكي في عندي فائض من هالموظفين، طب خلينا نستثمرهم عنا وعنا وموجودين وموجودين. طب انا بخلق خطط جديده استثمر هالطاقات، بعمل شيء اسمه تقييم، شو في عندي انا اختصاصات، شو في عندي امكانيات، بشتغل على هذا المبدا، بشتغل بنفس الوقت كمان على تطوير الاشخاص بحد ذاتهم. بعد انت كمان ما تلاقي شخص عم يهتم لذاتك عم بيطورك بشيء انت فائدتي كمان، انت بلا شعور انت حتقومي اوريدي تشتغلي، ما بقى تكوني انت بس عم تنتظري الراتب. نفس الوقت في عندي نقول انه مثلا المكافآت، شيء انه انا مثلا عملتي شيء انا اعطيكي شيء مميز عن الاخرين، فانت بنفس الوقت هذا بيعمل لك تحفيز ذاتي انه انت تردي تستمري بالابداع والشغل اللي انت عم تشتغلي من قلب ورب بالتطوير. يعني هي عباره هي خصله صغيره ما انا حاسه بعند الشخص انه انا عم قدر ذاتك عم بشتغل معك صح، فانت بلا شعور لا انا بدي اقدم، لا انا بدي ابدع، لا انا بدي اعطي هي المؤسسه اللي هي عم تمنحني نفس الشيء. هلا خلينا نكون شوي صريحين وبنفس الوقت واقعيين. اليوم لما الشخص يمكن عنده عائله او حتى ما عنده عائله هو بانتظار يمكن المقابل المادي لحتى يقدر يتامن كل متطلباته. اليوم الرواتب اليوم يمكن ما بتكفي او ما بتسد حاجات المواطن السوري، كيف الشخص بده يقدم من قلبه مثل ما نحن بنقول ويشتغل حتى بضمير ويقدر يقنع حاله بهي الفكره وينقلها لباقي الاشخاص وهو يمكن مقابل مادي ما عم بيلاقي بنهايه كل شهر؟ طيب انا معك بهذا السياق. نحن دائما هلا نحن في عنا الوظيفه يمكن هي ما عن جد هي ما عم تعطي صح انه تكملي انت حياتك الطبيعيه بالمستلزمات الاساسيه، خلينا كثير حتى في منهم وبالواقع اللي عم تغيره انه هو حتى يمكن عنده شغل ثاني فبيضل بحاله ارهاق ما عم بيقدر بهذا الشغل او هذا الشغل، هي كمان ممكن تصير. هلا كلمه الارهاق انا ما بعتقد شب بده اياه كامل يكون حاله ويشتغل صح ما يشتغل وظيفتين. انت بدك توصل لحياه كريمه صحيحه تمام، تعملي توازن حقيقي تمام. في عندك شغل اللي نحن بنقول في شباب بتقول لك انا بحب مجال معين رغم انه ما بيطلع مصاري، طب اوكي ماشي، وهو بنفس الوقت بيشتغل شغل ثاني بس ليوازن، واحد يعطي مصاري واحد هو بحبه، لانك انت باي عمل اذا انت ما حاببتي واكيد تفكري انه انت تعملي ابداع فيه، دائما تقوم عمليه الابداع على ثلاث قصص، اول شيء محبه، النقطه الثانيه اتقانك لهذا الموضوع، هلا انت حضرتك كمذيعه لو ما بتحبي المكان ما بتجي، لو انت بتحبي كمان انت عندك اتقان لهذا الموضوع، والشغله الثالثه بتعطي مصاري. اوكي ممكن كثير ما يعطي مجال بهذا المكان مصاري بس انا بشتغل على شيء ثاني. كلمه ارهاق وكذا هي الحياه كلياتها هي عباره عن شو؟ هي ارهاق وتعب وشغل وبدك تستثمري، اذا ما استثمرنا شبابنا امتى بنستثمر؟ نستنى نكبر؟ لا هو عباره انه حتى
كلمة الاستثمار أو الجهد بالطريقة السلبية بتعطيك دافع، بصير بتتعبي أول ساعة بشغلة بتحطي راسك وبتنام إنه ما عاد أقدر أشتغل، ولكن أنا الاستثمار إنه أنا بدي أعيش حياة كريمة، بدي أستمر حقيقة صحيح، فأنت أوريدي حتشتغلي بطاقة إيجابية. هذا كلياته عبارة عن مغذيات، شلون فيتامين نفس الشيء، فيتامين حتى بإرادتك. أكيد. يعني استاذة فاتن، نحن عم نحكي اليوم عن موضوع هو بيهم اي حدا بيشتغل، سواء كان بوظيفه خاصه او بوظيفه عامه. اليوم دور لازم يكون متكامل بين الموظف وبين المدير باي قطاع كانت. خليني اقول اليوم شو دورنا نحن لحتى ما نوصل كمان لهي المرحله. يعني نسمع كثير انه في ظروف صعبه، اكيد، ولكن نحن جزء من هي الحاله وبدها تمشي. تمام، بدها تمشي الحياة بالنهاية. شو الدور اللي أنا ممكن أساويه لحتى خفف عني هاي الأعباء كموظف؟ طبعا شوف، هلا نحن في عنا شيء كتير مهم في نقطة في عندي، هو حقيقة في فجوة ما بين الشيء اللي نحن عم نتعلمه ما بين سوق العمل. هذا واضح لأنه أنت عم يتخرجوا عند الطلاب، تمام، فهي في عندهم في شيء مختلف تماما عن سوق العمل. طب أنا هذا اللي بصير بشتغل، أول شيء مشان بلش صح، تمام، بلش من قبل ما نحن نتوظف، فهو نشتغل على الاختصاصات. نحن بحاجة بكل مكان اختصاصات مختصين بهي المادة، مختصين مثلا بالاقتصاد، مختصين بأي مجال أو قطاع موجود. فنحن لازم يكون نسد هي الفجوة أنا أشوف الاختصاصات اللي أنا حقيقة بدي إياها. ما نحن نشتغل على الاحتياج، نحن شو بده سوق العمل، فأنا ما عاد عندي خريجين على الفاضي، تمام، انه هي اختصاصات وما لقينا شغل. كثير مشكله انه انت تتخرجي وحلمك بالعمل وما تلاقي عمل، هذا هو البطاله الحقيقيه، انه انا ما عندي، ما في شغل، تمام. فانت هون الاستثمار الصحيح، انا هي الفجوه اول شيء بدي اسكرها. الفجوه الثانيه اللي هي ما انا بدي استلم العمل، انا هون بشتغل على الاشخاص المستلمين يلي مين بده يدخل، المدراء. انا هون بخلي بقلل صلاحيات انه هالمدراء انه نحن ناخذ الاشخاص الحقيقيين يلي هنا خرج يكونوا بهذا المكان، وذلك انه يكون في عندي لجنه، يكون في عندي مكتب اتش ار يلي هن تقييم العلمي والمهني، يلي نحن مو بس هي عباره عن معلومات تبعها كخريجه، في عندنا مهارات. يعني انا مثلا انا عندي مثلا مؤسسه، انا ما بقدر اخذ الشخص اللي هلا متخرج، انا بدي اخذه شوي عنده خبره، معه مهارات، السي في مليء تبعه، فمعناته انا بشتغل على الوعي للخريجين انه انت عامل كذا وكذا. في مؤسسات بتاخذهم متدربين، تماما، بتحطهم تحت اسم المتدربين، فاتوا المتدربين، فاتوا بهي الدوامه اللي هلا كنا عم نحكي عليها، ما بقى يطلعوا غير ما انت تفوتي انا بحاجتك بين ما انت زياده على العدد. كثير مهم، كثير بيفرق حتى بالعطاء وبالتعاطي، بين انه اجيتي وما اجيتي مثل بعضها، بين لا اذا ما اجيتي بتخرب الدنيا. كثير مهم هذا الاهتمام بالشخص، هذا بيعطيكي كمان ترتفع عندك الاشباع لحاجاتك وذاتك، انه انا مهم موجود، فانت غصبا عنك اوريدي حتشتغلي صح 100%. تمام. اليوم مخاطر البطالة المقنعة أو حتى الترهل الوظيفي هي كارثية عم بتكون، إن كان على الأشخاص أو حتى على المؤسسات. خلينا نعرف كيف بتكون هي المخاطر، ويعني كيف الشخص ممكن يبعد عنا قدر الإمكان رغم كل الضغوط ورغم كل الظروف ورغم الراتب يلي ناطرة آخر الشهر ما عم بكفي. طيب، أول شيء نحن في عنا مخاطر بجميع القصص، خلينا نقول اجتماعي، اقتصادي، نفسي، يمكن حتى نحن التفكير، هذا التفكير هو عبارة عن الحاجيات، إن أنت بصير في عندك وقف التفكير، كثير خطير إنه يوقف عندك هي التفكير إنه هيك عايشة عم باكل وشرب ونام. هي كلمة عم تاكل وتشرب ونام، هي أول حاجات من الحاجات الأساسية بحياتنا، بالهرم اللي نقول عليها هرم الاحتياجات. اول حاجه هو اكل وشرب ونوم. انت توصل لهي المرحله، مين الاكل وشرب ونوم، مين متوافق مع مين، بين قوسين مع الحيوان. فانت لسه ما وصلتي لا للاحترام لذاتك ولا للاحترام للاخرين، ولا شعرتي بالحب، ولا حسيتي بحاله تقدير الذات. فانت هون اذا انت وصلان بهي المرحله، هذا الاحتياج النفسي اللي انا خلص الحمد لله انا موظف، والله طب ايه شو بتعمل، خلص ناخذ هالراتب خص السيره، لا هون انت معناتها صرت عادي، صرت حقيقة مثل أول رتبة بالاحتياجات. ولكن ما تنقول نحن أنه هذا بيحقق كمان حتى بيعمل كارثة اقتصادية، أنت عم تعطي تكاليف زيادة وعم تعملي عبء، أنت مالك شخص منتج. كثير مشكلة أنه أنت شخص غير منتج. نحن حقيقة نحن هلأ بهذا المجتمع صارت المرأة والرجل منتجين وبكل قوة، يعني المرأة هلأ صارت منتجة، حتى ما عادت بس الرجل، هلأ كنا عم نحكي أنه عملين وبيشتغل، هلأ المرأة هي بتشتغل عملين
وبكل اريحيه وعندها بيت وعندها اولاد واستمراريه حياه. ليك انت في عندك شيء بدك تشتغل على اساسه، فهي هي اقتصاديا صرت عبء على البلد وحتى على المجال اللي انت موجود فيه. النفسي نفسي ما تقولي انت فايقه، بين ما انت فايقه هيك بصباح حلو وعندي نشاط وعندي شغل وبدي عندي 100 قصه، فايق الصبح هلا بدي اروح على الوظيفه، تمام؟ تفرق كثير كثير، بيلعب دور، لانك انت ما حتعطي الانتاجيه نفسها ذاتها اللي انت مبسوطه، وهذا الاكسجين حقيقه صح ما تاخذيه انت وسعيده رايحه تعملي شغلي، تمام؟ بين انه اف بدي اعمل شعري هلا يي علي، تمام؟ فهي اي ابسط الامور هي بتنزل بالمستوى. بالاضافه شيء اجتماعي، الاجتماعي ما تقولي انت التمايز بين الاشخاص، انه بين شخص انه بتلاقيه عنده مشروع الخاص وعم يشتغل وعم يبني وكذا، واحد ايه موظف ايه دخيلك يعني اذا رحنا هذا عباره كمان، هذا التمايز الاجتماعي، الفروق الاجتماعيه بتعمل لي كمان امراض نفسيه، يعني بالنهايه امراض اجتماعيه ونفسيه، انه ليش فلان احسن مني؟ ما بتطلع انه فلان عم يشتغل ليل مع نهار، وما بيطلع انه هو عم يشتغل وعم يقتنص الفرص بينما هو قاعد عم يستنى اكيد. يعني استاذه فاتن كثير من المعلومات مهمه اعطيتينا اياها اليوم، نتشكر وجودك معنا، بنتمنى لك دائما الصحه والعافيه. شكرا لك زو حبيبتي. لك شكرا مره ثانيه. بنتمنى يعني لكل الاشخاص ما يكون عندهم ترهل وظيفي ويديروا بالهم على حالهم وعلى شغلهم. اكيد شكراً اكيد. شكرا سلمى.